مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا مباشرة في نشرتنا المسائية لهذا اليوم النائب عبد القاهر السامرائي عضو المكتب السياسي لتحالف القوى الوطنية في لقاء موسع. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد القاهر. بداية، شهدت بغداد وديالى مؤخرا تفجيرات إرهابية استهدفت مدنيين، وبرأيك إلى ماذا تشير هذه الاستهدافات الشبه المتكررة؟ حقيقة التفجيرات الأخيرة وضحت أمرين أساسيين في هذه المسألة. أولا، هنالك خطوات يجب أن تتخذها الحكومة وبالجانب الأمني، وأن تعزز ثقة الأمن من خلال وجود استخبارات حقيقية تبين دوائر الخلل قبل حدوثها ومعالجتها، مع أن تمت حسب إفادة السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع أن تم اكتشاف الخلية التي فجرت في بغداد وتم القبض عليهم. نعم. ولكن يجب أن يكون هذا الإجراء قبل أن يحدث هذا بهذا المقدار الكبير من الخرق. نعم. المقدار الثاني، بينت الفقرة الثانية بشكل واضح أنه عدم قدرة الدولة على ضبط الأمن في محافظات يفترض أن تكون هذه المحافظات هي مؤمنة بشكل كبير جداً، سيما أن المحافظة والدوائر الأمنية كلها من لون واحد ومن جهة واحدة. نعم. وهذه الجهة تعهدت في حفظ الأمن وفي حفظ أمن المواطنين، بالتالي عملية وجود خرق كبير يستشهد فيه مواطنين من السنة والشيعة، هذا يؤدي بصورة مباشرة إلى ردات فعل باتجاه شريحة محددة أدت إلى قتل العشرات وتهجير المئات من العوائل. نعم. ومحاولات أخرى في ضبط الأمن لم تنجح، بالتالي هذا أعطى مؤشر سلبي على الأداء التي تقوم به هذه الأجهزة وضعفها، وأيضا مؤشر سلبي على رئاسة الحكومة في أنها لم تتخذ إجراءات عاجلة رادعة في سبيل حفظ الأمن في هذه المناطق. السيد رئيس الوزراء زار التفجير الذي حصل في بغداد وكانه إجراء بروتوكولي مع الأسف، ولم يقم بزيارة التفجير الذي حصل في المحافظات وبخاصة الذي حصل في ديالى، والاطمئنان على أرواح المواطنين الذين هم جميعهم في رقبته أينما كانوا. وعملية حفظ الأمن كونه القائد العام للقوات المسلحة المسؤول الأول عنها، بالتالي أعطت انطباع أن هنالك أجهزة في الدولة تتعامل بمعايير مختلفة مع المواطنين. لمسنا مع الأسف يوم أمس ردات فعل من العديد من المواطنين يطلبون السماح لهم بالهجرة إلى الخارج، والمحاولة للتهجير مرة ثانية إلى مناطق أخرى. حقيقة لم نمتلك الأجوبة الحقيقية لنقول لهم ابقوا في أماكنكم. لا الحكومة قادرة على حفظ الأمن، ولا الدولة مستكملة إجراءاتها في ضبط الأمن، بالتالي اليوم لا نستطيع نقول للمواطن نحن نتعهد في حفظ أمنك إذا عدت إلى منطقتك. يجب أن توفر تعهدات حقيقية، ولربما يذهب العديد من المواطنين وشرائح متعددة إلى المجتمع الدولي تقول له أن هذه الحكومة أو هذه الدولة غير قادرة على حفظ أمن وكرامة الناس، بالتالي يجب أن نفتح مجال بهذا الشأن. نعتقد أن من المعيب أن يذهب أحد بهذا الاتجاه، معيب على الدولة وليس معيب على المواطن. المواطن من حقه أن يسلك كافة السبل الشرعية المحلية والدولية في سبيل حفظ أمنه وكرامته. إذا لم تستطع الدولة تفرض هيبتها في هذا الظرف العصيب، فالمجتمع الدولي أعتقد أنه سوف يتخذ إجراءات بهذا الشأن، وسوف توفر سبل التدخل الخارجي التي لا نرجوها. ميليشيات سائبة أو رجال خارجين على القانون أو هيئات لربما يصعب على الحكومة استحكام أمرها، هذا فعلا يؤدي بنا إلى أحيانا استجلاب التدخل الخارجي بإرادات غير الإرادات الحقيقية. محافظة صلاح الدين تشهد بين الحين والآخر تعرضات وهجمات إرهابية، ماذا عن وضعها الأمني الآن وما الذي تحتاجه لضمان تحريرها بالكامل؟
حقيقة بحمد الله وشكره وبهمة المقاتلين الغيارة في كافة صنوف القوات المسلحة والحشد الشعبي الذي ساند أبناء محافظة صلاح الدين في تحريرهم من المحافظات الأخرى وأبناء محافظة صلاح الدين وعشائرها، استطعنا أن نحرر غالبية أقضية المحافظة. لم يتبقى سوى قضاء الشرقاط ونكمل عملية تحرير مراكز الأقضية، وأيضا لم يتبقى سوى المنطقة الغرب نهر دجلة، منطقة الجزيرة امتدادا من سامراء صعودا باتجاه شمال المحافظة، أيضا هذه لم تتحرر لحد الآن. والقدرات على ضبط الأمن اليوم متوفرة، لو توفرت الفرصة المناسبة لاحتواء المواطنين وزجهم في صفوف القوات الأمنية المحلية، نعتقد أن القدرات المحلية اليوم متوفرة لضبط الأمن، ولكن تحتاج إلى تعزيز وتحتاج إلى مد جسور الثقة مع المواطنين في أن هذه القوات سوف تكون مدافعة عنكم وسوف تكون من ضمن أبنائكم. هذا الجانب الاعتباري مهم جدا لكي تعزز الثقة بين أمن المواطن وبين أمن الدولة، والشعور بتبادل المسؤولية هذا واجب وضرورة. حقيقة توجد بعض المشاكل التي تؤثر على إعادة النازحين في محيط قضاء بلد وفي محيط قضاء الطوز، هاتين المنطقتين لم يرجع النازحون لحد الآن. والسبب أعتقد هو ضعف الدولة في ضبط الأمن وضبط بعض الدعاوي الكيدية، منها الصحيحة ومنها غير الصحيحة، بحيث أصبحت عملية ضبط الأمن يتضمن أحيانا تدخلات عشائرية، أحيانا عمليات فرض إرادات من جهات من فصائل المسلحة، بالتالي هذه تحتاج إلى معالجة لكي تأخذ الدولة هيبتها وقدرتها على الاحترام. هذا لا يمنع أن ينصف المظلومين وينصف الذين قتل أبنائهم من قبل ناس انتموا إلى الإرهاب في فترة محددة، وأن يقتص من المجرمين، هذا مطلب جماهيري كبير جدا. وهنالك أيضا حتى عوائل سلمت بعض أبنائها إلى الجهات الأمنية، وهذه أيضا يجب أن تكون بمحل اعتبار وتقدير لكي يستشعر الجميع أنه تحت المسؤولية. بعض الإشكالات موجودة وتقاطعات موجودة بين الفصائل المسلحة، أحيانا يؤدي بزعزعة الثقة بهذه الفصائل، ولكن نعتقد أن الكثير من الفصائل أدت دور قتالي كبير جدا ومحل اعتبار كبير جدا، بذلت دماء معتبرة، دماء محترمة، دماء مقدسة، ولكن يشوه النصر أحيانا في مناطق نتيجة لخروقات أمنية يقوم بها بعض المندسين أو بعض الموتورين ضمن هذه الفصائل، تؤدي إلى انتكاسة في الثقة. ونحن نعتقد أن محافظة صلاح الدين هي محافظة قابلة للتعايش السلمي الكبير، وتحتاج إلى دعم من الدولة العراقية وإعادة هيبتها بفرض الأمن المحلي من قبل القوات المحلية وقيادة العمليات، والسماح لأبناء العشائر في الانخراط إلى هذه الأجهزة الأمنية لكي يستطيع السيطرة، سيما أن هذه المحافظة تحدها خمس محافظات، وجميع هذه المحافظات التي تحيط بمحافظة صلاح الدين هنالك إرباك في المشهد الأمني يحتاج إلى معالجة من قبل أبناء المحافظة بانخراط. طيب يعني هناك طروحات وتصريحات سياسية تطالب أو تدعو لإنشاء الإقليم وفقا لأسس طائفية، مثلا الإقليم السني، أنتم في الاتحاد ما هو موقفكم من هذه الدعوات؟ حقيقة كثرة في المصطلحات السياسية، إقليم سني، فيدرالية سنية، عمليات فصل، عمليات تقسيم، نعتقد أن هذه المصطلحات هي بمجملها هي مصطلحات سياسية، وأحيانا تزج في ساحة الصراع لتأزيم الوضع وليس لإنشاء جو قابل لزيادة الزخم في محاربة داعش. عملية إنشاء الأقاليم هي عملية دستورية، ولكن عندما يكون الذهاب باتجاه التقسيم الطائفي أو السجالات السياسية العنصرية أو القومية أو الطائفية، هذا يؤدي إلى تشنيج الأجواء وأيضا يؤدي إلى تدخلات خارجية كبيرة.
نعتقد أنه في هذه الفترة لا يوجد إقليم سني، ولا مجرد الحديث عليه هو باتجاه إعلامي. نعم. ما يمكن إجراءه هو بعد تحرير هذه المناطق لكي تستقر، ممكن إعطائهم القدر الأكبر من الصلاحيات أو السماح بأقاليم المحافظات على أساس جميع أبناء المحافظة يشتركون في هذه المسؤولية. نعم. في حفظ الأمن، لا سيما أن محافظات كصلاح الدين أو محافظات نينوى هي يشترك فيها التركماني والكردي والعربي، سواء كان سني سواء كان شيعي، ونعتقد أن الأجواء الوطنية في هذه المحافظات هي أكبر من الأجواء الطائفية لكي يقال أن هذه المناطق هي تكون إقليم سني أو تكون إقليم كردي. بالتالي يجب أن نضع الأمور في نصابها وأن نذهب باتجاه المشتركات لا المسائل المختلف عليها، وبخاصة في الإعلام، ونحن نهيب بجميع وسائل الإعلام أن ترشد التصريحات وتركز على التصريحات التي تجمع ولا تفرق، وبخاصة نحن نمر في ظرف صعب، ظرف أمني صعب في محاربة داعش، لم نستطع تحرير ثلث العراق بسهولة، وأيضا نمر في ظرف أصعب وهو الظرف الاقتصادي الذي اليوم العراق معرض إلى الانهيار الكبير بسبب قلة صادراته الاقتصادية، لا سيما النفط بالمقارنة مع ما يستهلك من قدرات ومن حاجة داخلية. هذا يدفعنا أن نذهب إلى المشتركات ونذهب إلى محاولة في أنا بعد القهار السامرائي عضو المكتب السياسي للتحالف والقوى الوطنية، شكرا لانضمامك إلينا.